نحكيو على دار الإفتاء المصرية. إيش قالوا يا سونيا؟ قالوا على الزوجة أن تدعو لزوجها بالهداية وتستر وما تفتحوش وتجعل ما سمعت أو ما رأت بينها وبين ربها هذية في حال شلقت به وشلقت بزوجها اللي هو يخون فيها. دونك لازمها تتستر عليه ما تفتحوش وزيد من فوق تدعي له بالهداية. معنى شيء اللي خلى التوينسة توصل لهم الفتوى دي ويكتبوا مفتي آخر زمان ما يعرفش اللي لازمها تفضحوا وتزيد تكري عبيد يفضحوه معاه. فما اللي قال تكمل تعرس له باللي خانها معاه وكهو مش فكرة خير. وفما اللي يكتب وتقول له مثالش عادي وبرا كان خنتني مركن راجلي ونوفى بالتعليق ذي. فهمت شيخي إخوانا في مصر كيفاش عايشين لهالدرجة متسامحين ومتصالحين؟ غريبة. برنس مع أم ضد الفتوى؟ مع 10,000%. مع اللي عمل الفتوى هذه ومع المرأة الطيبة هذيك، لأن المرأة اللي تحب تهني على روحها تستر رجلها. هاني نعطيك الصحيح أنا ومن الآخر. المرأة تتجرح كما الرجل تجرح. تتجرح مسكينة ما مسالش يبرة بوسة وتعنيقة وكذا وفغياج وتبرة ويبدو السماح ويا عزيزتي يا غالية يا باية. وعلى ذاك أخوك المنصف كل يوم السباح يبدأها يا ربي بقى علينا الستر إلى يوم الستر زيادة. ناصر البدوي بعث لي من قطر مع 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 قال لي هكا وقال لي يرحم والدي الشيخ الأزهر وقال كيما قال الحاج بالحق يا رفيق ما خير والعائلة تتشتت والولاد يسمعوا وفضايح. نجم نقولوا نفس الكلام في حال المرأة خانت الراجل؟ نسأل لا. نعم أم لا نسأل سؤال نعم أم لا. أنا نحكي على الراجل يا رفيق. شو تقول نعم؟ قول نعم باش تربح رجال. تقول لا يا أخوي المرأة عاقلة. المرأة هي هي البنة توا باش تهيش. المرأة هي البنة باش تهيش لازم ديما عاقلة المرأة. كما يقول أما عم الأزهر يعطيه الصحة خاطر الراجل بريتو يمشي ويتحرش. هو مفتي الأزهر مش اسمه الأزهر. خسيب الأزهر أنا عم الأزهر. فهمت عم الأزهر. برهان الرجل ضعيف وقد يخطئ في بعض الأحيان أنه مرته تسامح وتتجاوز عليه هذا من شيم كبار من شيم القلب الكبير وغيره. ما نعرفش عليه فريق الاخراج اختار تصويره الناس البدو واحنا نحكيوا على الموضوع هذا مثال الموضوع هذا خليه مثال مر بالتجربه. برهان هذيك اخلاق الاسلام صحيت التسامح والستر. لا وعلى فكره هي تنطبق على زوز راه تو واحد مثلا هي فاق بيه باش يقوم باش تقوم تصيح وتعيط عند الجيران ولا هو فاق بيها زاد. اسمعني اجراءات الانفصال راهي ممكنه اما لازم الفضايح يستروا بعضهم راني فقت بها ولا فقت بيه. هذه اخلاق الرسول. نحب نذكر الرسول وقت اللي جاته المراه قالت له لقد زنيت رسول الله قال لها ابعدني احسب الروح ما سمعتكش ثلاث مرات تمشي له لان الرسول من اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الستر كما يقول الحاج ثم الستر. واضح. حسن دريلا عندك تعليق ولا هو لي عندي بطبيعه تعليق. معناها دار الافتاء المصريه تطلب من مراه مليعه وفقت برجلها معناها يخون فيها باش تسامح وتكمل معاه ما نتصورش رفيق صعيبه شويه. معناها اللهم بعد سنواتك ولا بعد اشهر تبرد شويه وشوفوا شوفوا. انا ضد الحقيقه كيما الراجل ما لازموش يخون مرته كيف كيف المراه كيف كيف خاطر الزوز بالنسبه لي سواسيه. اما في نقطه الستر اي فمش علاش مراه معناها تصير معها مشكله تخرج معناها في العالم الكل تحكي له الراجل خاني وتهبط ستاتيو. جو سوي كونتر سونيا للاسف ما عنديش وقت. ما عندكش وقت تعرف تتعسف عليها لا تعتذر والله العظيم ليه وتتعسف وانت اصلا ما تعرفش انا شنو نخمم ترى مصرف زيتونه ساعتين. لا هو بالحق كما قال برهان الستر هو المبدأ في ديننا. يعني شوف المولى سبحانه في ديننا صعبها صعبها على الاخر انك تثبت جريمة الزنا. يلزم اربع شهود ويلزم خيط ويلزم ويلزم ويلزم. يعني صعيبة هو علاش صعيبة باش الامور تتعدى بالستر. تبقى تطلب المرأة انها تدعي لرجلها تدعي له بالهداية تدعي له بالهداية ثم تنفصل عليه تبدي برا. وعم الازهر كما سميه كما سميه زيد عم الازهر لو كان قال الراجل يستر مرته والمرأة تستر رجلها باش الامور تتعدى بالستر جوستومون كنت نفهمه. اما ذولي فيه هو عامل عملته وحب يخرجك الفتوى هذيك فمش ماء فمش ماء تتعدي له سلامات مع مرأة. يودي زيو نحكيو على الشيخ الازهر ولا عامل مو انسان مو انسان اون توكا هي فتوى هي فتوى ان شاء الله نسيت تكون في الاستماع وحنوا القلوب على بعضهم. مش مجرد فتوى انت معناها بعبقريتك رفيق علاش امرت بحطان تصويرة الناصر؟ انا امرت يا اخي الناصر يا اخي الناصر ما حطيناه خاطر نموذج الحكايه. الناصر كان ما تسترش تلقاه توا عايش سعاده هذايا راهو مجلوس في افغانستان قداش من مره يقع لكن يتم الستر والعفو عليه. اما هكا انت فضحته وما استرتوش يا برهان هكا فضحته في عبر المجتمع مش مشكله.